الله ابدا ان الله لا يغفر ان يشرك به وحتى يقوم بمسلم ان يستجير او يستعين برجل من يهدي بها عنه وهل هذا الولي او الشهيد او الرجل الصالح اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيديو هو چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے وقد قال الله تعالى له اجر كبير ويبلغ الرسالة قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله